بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم تلاميذ المستوى الأول في الحصة الثانية من درس القراءة المقطعية تحت موضوع الصوت الش مع الحركات الطويلة والتنوين. نستهل درسنا كالمعتاد بقراءة الكلمات البصرية، فتابعوا معي ورددوا في أنفسكم: هذا، كيف، الذي، نحن، نعم، التي، متى، فوق، ذلك، لماذا، ينيو، إلى، هؤلاء، أيتها، بين. نمر إلى وضعية الانطلاق التي من خلالها سنتعرف التغيرات التي تطرأ على نطق الصوت الش من خلال الاستماع إلى الكلمات الآتية، فاستمعوا جيدا: شرب، شروق، شهاب، شاي، منشار، شاشة، حشود، كبش، بشير، نقاش، منشور، عشيرة. ننتقل إلى مرحلة الوعي الصوتي ونتعرف المهارة الأولى من مهاراتي، ألا وهي التفييق، التي من خلالها سنكتشف مقطع الشين المختلف في كلمات المجموعات التالية. ونبدأ بالمجموعة الأولى من على اليمين: شباب، شاي، شراب. إذا لا شك أنكم تعرفتم المقطع المختلف، إنه شا، الصوت الش مع المد بالألف. ننتقل إلى المجموعة الثانية: شروق، شموع، حشود، المقطع المختلف عن باقي المقاطع الأخرى هو شو، شو، يضم الصوت الش مع المد بالواو. ننتقل إلى المجموعة الثالثة وكلماتها هي بشير، شهاب، شراع، المقطع المختلف هو شي، شي. لنردد معا الجملة ثم الكلمة لاستخراج المقطع المتضمن للتنوين. نبدأ: هذا كبش، كبش، شن. نمر إلى الجملة الثانية: اشتريت كبشا، كبشا، شن. الجملة الثالثة: ضحيت بكبش، بكبش، شين. رددوا الجملة ثم الكلمة ثم المقطع. وباستعمال الحركات الجسدية المتوافق عليها لنردد معا مقاطع الصوت ش مع الحركات الطويلة والتنوين: شا، شارع، شو، حشود، شي، رشيق، شن، عطش، شن، نقاشا، شين، مفروش. الآن نجزئ كلمات الجدول إلى مقاطع ثم نستخرج المقطع المتضمن للصوت الشه: شاهد، شاهد، المقطع شا، الكلمة الثانية حشود، التجزئة المقطعي حو، شود، المقطع شو، الكلمة الثالثة
رشيق. التجزيء المقطعي ر شي قن المقطع شي. الكلمة الرابعة كبش. التجزيء المقطعي كبه شون المقطع شون. الكلمة الموالية كبشين. التجزيء المقطعي كبه شين المقطع شين. الكلمة الأخيرة كبشان. التجزيء المقطعي كبه شان المقطع شان. أطلب منكم أحبتي التلاميذ إعادة تجزئة هذه الكلمات إلى مقاطع باعتماد التصفيق. والآن سنقطع مقاطع حرف الشين إلى أصوات وحركات أو تنوين. المقطع الأول شا. هذا المقطع مكون من الصوت ش زائد المد بالألف. المقطع شو. هذا المقطع يتكون من صوت الش زائد المد بالواو. مقطع شي. هذا المقطع يتكون من الصوت الش زائد المد بالياء. شن. يتكون من الصوت الش مقرون بالتنوين الضم. شين. يتكون من الصوت الش مقرون بتنوين الكسر. شن. يتكون من الصوت الش مقرون بتنوين الفتح. وفي مرحلة الطلاقة لنقرأ جميعا المقاطع الجديدة بترتيب وبدونه بسرعة مناسبة وبدقة. شا شن شو شين شي شا. اقرأوا مرة أخرى بترتيب وبدونه على الشاشة. وفي النهاية أدعوكم إلى كتابة مقاطع حرف الشين مع الحركات الطويلة والتنوين على ألواحكم، ثم بقراءة اللوحة رقم 4 وبإنجاز النشاطين رقم 5 ورقم 6 على كراساتكم. ودمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.